السؤال الأخير تقول: إني أصلي صلاة الوتر 3 ركعات، وقد سمعت في برنامجكم أنها 11 ركعة، فكيف أصليها؟ ركعتين ركعتين أو أربعا، أو كيف أصليها؟ الوتر أقله ركعة واحدة، وأدنى الكمال 3 ركعات، وأعلى الكمال 11 ركعة، هذا أعلى الكمال. فإذا أوترت ب11 ركعة فإنك تسلمين من كل ركعتين، وإذا جاءت الأخيرة، ركعة الأخيرة، تفردينها وتصلين ركعة واحدة على أنها وتر. نعم.